اثناء المعلم او الاسطى طبيب التخدير بتاع النادي الاهلي صالح جمعه. صالح، مبروك الدوري، مبروك الفوز على الزمالك، الفرحه كانت لازم تكمل بالفوز على الزمالك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحياتي للكابتن اسلام وضيوف الكرام طبعا وكل الموجودين في قاعه النادي الاهلي. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا يمكن الحمد لله مكسب النهارده، طبعا دي بالنسبه لنا بطوله خاصه. الحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الدوري المباراه الاخيره مع المقاولين. النهارده بالنسبه لنا بطوله خاصه، مش عشان هي تفرق معانا حاجه في الدوري، لكن هي مهمه بالجمهور، واحنا اهم حاجه بالنسبه لنا جمهورنا، واهم حاجه جمهورنا انه يفرح. طبعا بعد التتويج بالدوري طبعا اتكلمنا بعد المباراه على طول، قلنا ان احنا عندنا مباراه مهمه، مباراه تخلينا نبدا السيزون الجديد بشكل كويس. قلنا لبعض ان مباراه نادي الزمالك لا قدر الله حصل فيها حاجه هيبقى احنا كده ما عملناش حاجه. المكسب مهم في مباراه الزمالك. بشكر كل لعيبه الرجاله، اللعيبه اللي كانت تعبانه، اللعيبه اللي كانت مصابه، كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، مش بس العشرة اللي بداوا ولا الناس اللي نزلت، لا انا بشكر اللعيبه اللي بره السكور كانت موجوده النهارده كلها، الناس اللي ما شاركتش خالص، اللي بره اللي جت وقعدت المعسكر كله، كانت واقفه جنبنا واقفه جنب زمايلها طبعا. فمبروك لجمهور النادي الاهلي، بطوله غاليه السنه دي، كنا بنتحارب بشكل كبير جدا، لكن في الاول والاخر كلنا عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله دي السمه والشخصيه اللي لعبنا بيها السنه دي. امتى حسيت ان الدوري ابتدى يبعد، وحسيت امتى الدوري ابتدى يقرب؟ يعني من بعض المباريات اللي قربت الدوري وحسيت من خلالها ان النادي الاهلي خلاص قرب للدوري. اول حاجه ان عمري ما شكيت في 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 في, في زمايلي، ولا شكينا في 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 ثقتنا كفريق، لكن اللي انا هقوله ان احنا مرينا بظروف صعبه السنه دي، اصابات كتيره جدا جدا جدا، كانت كل حاجه بره ايدينا، لكن الحمد لله لما الفريق رجع والصفوف كلها اكتملت والاصابات كلها رجعت تاني، الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل فرقه محترمه. طبعا عمرنا ما فقدنا الامل في الدوري، قلنا اللي هنعمل اللي علينا السنه دي. شخصيه النادي الاهلي اللعيبه اثبتتها، شخصيه اللعيبه الموجوده طبعا كلها، وده اللي ادانا الدوري الحمد لله السنه دي. في حب من نوع خاص ما بين صالح جمعه وجماهير النادي الاهلي، دايما بتثق في صالح وتحب تواجد صالح في ارض الملعب. طبعا يمكن دي من انا قلت قبل كده، دي من الحاجات المهمه اللي خلتني اتغير كتير، وحب جمهور النادي الاهلي وثقه جمهور النادي الاهلي. في الاوقات اللي انا كنت ببقى فيها يعني مقصر مع جمهور النادي الاهلي، كان هو واقف في ظهري، كان بصراحه بيكسفني جمهور الاهلي بذوقه، بيكسفني باحترامه، بيكسفني برجولته معايا، فكنت لازم انا ابقى كمان راجل مع جمهور النادي الاهلي وبقد الثقه اللي هم بيثقوها في صالح جمعه. عتاب جمهور الاهلي في بعض الاوقات كان بيبقى بعتاب المحب والمداعبه مع صالح جمعه لقيمه ومكانه صالح عند جماهير النادي الاهلي. دي حقيقه طول عمري انا بالنادي الاهلي، انا بدين للنادي الاهلي بكتير، وجمهور النادي الاهلي كان كفر عليا في وقت كتير جدا، وجمهور النادي الاهلي والاداره كانت كلها واقفه في ظهري وكلها كانت بتساندني في اوقات صعبه جدا، لكن انا كل اللي اقدر اقوله ان انا يعني مدين بحاجات كتيره جدا للجمهور وللنادي يعني. بشكرك يا كابتن صالح، وبالتوفيق في المرحله القادمه باذن الله. ربنا يخليك، شكرا.